السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نوجدو سلطة الملوخية البامية. غادي نحتاجو توابل الكاري اللي حضرنا، راه موجود في القناة. غادي نحتاجو كذلك مجموعة من الزرارع، الزنجلان، حب الكمون، زرعة الكتان، السانوج، حتى هي موجودة في القناة. غادي نحتاجو قليل من الملح، قليل من الزعفران الحر، والمعدنوس مجفف، ما موجودش عندي الطاري لذلك كنجفف. نهار اللي ما كنلقاش طاري كيكون المجفف عندي موجود. ونحتاجو الزيت البلدية. غادي ناخدو واحد الطنجرة، غادي نضيفو الملوخية، راح يطلها غير هذاك الغويس. غادي نضيفو زعفران شعرة، غادي نضيفو مجموعة زرارع، غادي نضيفو القليل من الملح، غادي نضيفو المعدنوس المجفف. وأهم حاجة هي توابل الكاري، ناخدو راس المعلقة، والزيت البلدية، نرويو بالماء ونردوها على البوطة. صافي، رويت عليها، درت لها الماء الكافي اللي غطيب فيه، راه دغيا كطيب. ما درت لها لا بصله ولا ثومه، لان توابل الكاري فيهم البصله وفيهم كذلك ثومه. ها هي دي تبارك الله طابت، وقفت في الزويته ديالها. ما نطيبوهاش بزاف باش ما يخرج لهاش اللب ديالها. راه تبارك الله دغيا كطيب. نخليكم في طبق التقديم. ها هي دي تبارك الله وقفت في الزويته ديالها. شوفوا توابل الكاري على لون سبحان الله عطات. جربوها بهذه الطريقه، راها كتجي ما شاء الله لذيذه، وكذلك كتستافدوا من التوابل اللي كاينه في الكاري، راها توابل قويه. كنتمنى تعجبكم، ولا عجبتكم جربوها مع الاحباب والاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.